أعلنت مديرية الشباب والرياضة في مدينة الباب بطولة الشطرنج في النادي الرياضي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأنشطة الثقافية والفكرية. وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب والهواة، حيث تم تكريم الفائزين من مختلف الفئات العمرية. تسهم البطولة في تعزيز روح المنافسة والتحدي بين الشباب في المدينة، وتشجع على الأنشطة الفكرية والألعاب الذهنية مثل الشطرنج، كما تعزز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال المشاركة في هذه الفعاليات الثقافية. وتسلط البطولة الضوء على دور مديرية الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية والفكرية، وتشجع الشباب على الانخراط والمشاركة فيها. زكريا الزهران، عضو في اللجنة التنظيمية لبطولة الشطرنج في مدينة الباب. هذه البطولة تمت برعاية مديرية الشباب والرياضة في مدينة الباب. شارك فيها قرابة 75 أو 80 لاعب من فئات عمرية مختلفة. في عنا فئة ناشئين وفئة شباب، وتمت المباريات يعني بشكل جيد وترتيب جيد، وكان في تسهيلات كثير من مديرية إدارة مجلس المحلي في المدينة، وتم تدويج الفائزين في هذه البطولة. لعبة الشطرنج لعبة قديمة وعريقة، تعتمد على الذكاء والتركيز، تقوم بتنمية العقل وتقوية الذاكرة لدى الشخص، وهي يعني اللعبة يقال انه اصلها هندي، اساسها يعني الهنود اللي اخترعوها وانه اللي اشتغلوا فيها، ولعبة كثير رائعة يعني جدا رائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي جد، عمري 12، ولقد شاركت في بطولة الشطرنج وحصلت على المركز الرابع، ونشكر مديرية الشباب الرياضة.